خوتي لازال السلام عليكم، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. نتمنوا كيف العاده تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. شكرا لاي واحد الاخوان اشترك في القناه وفعل الجرس وخلى معاه واحد اللايك باش الفيديو كيتقترح وكيشوفوه ناس اخرين. كنتي جديد معنا، مرحبا بك، اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، ونبداو على بركه الله. اخوان الاخوات، للاسف الاخوان راه العزاء في الشيراطون. قال لك انضمام 6 دول كيف ما كتشوفوا الى مجموعه البريكس، وبطبيعه الحال هاد 6 دول ما كايناش معاهم القوه الضاربه. والله ما عقليه، قسما بالله العظيمه اللي فرعوا لنا راسنا بريكس 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 بريكس. عرفتوا الاخوان، والله العلي العظيم هذه ماشي غير صفعه مدويه، راه صفعه تاريخيه. ما راه صافي غتبرد لهم الماء في الركابي. كون جات غير انها نسميوها احراج ولا تحشموا هي هذيك ولا فهمتوا، راه دابا سير داك الفيران كاملين اللي كانوا مولفين عرفتي وعزاكم الله داك الكلاب الضاله اللي كانوا كيولفوا ينبحوا، دابا راه غيبقاو مخبئين. سير فوقاش يبانوا عاوتاني ويجيو عاوتاني يسنطحوا من جديد. خليكم الاخوان مع الخبر الصاعقه للقوه الضاربه. إذا كان هذا المؤتمر الصحفي لرؤساء مجموعة بريكس، تقدم فيه في البداية الرئيس الجنوب أفريقي رامافوزا داعيا المنظمات الدولية للتوصل لاتفاق عالمي بشأن السياسات المالية. أكد أيضا دعوة الإمارات والسعودية وإثيوبيا ومصر والأرجنتين وإيران ليصبحوا أعضاء في البريكس، ومؤكدا أن عضوية هذه الدول في بريكس تبدأ من الأول من يناير لعام 2024. ننتقل الآن إلى جوهانسبرغ، حيث ينضم إلينا مفادنا عبد الجليل بردودي وتفاصيل أكثر حول إعلان جوهانسبرغ الذي تضمن انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس. تفضل عبد الجليل. رئيس البرازيل يرحب بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وتقبلت. عاد حنا شوف تقارنوا غير بإثيوبيا، شوفوا بعدا وصلوا للنيفو ديالها حيتاش تقبلت عاد هضروا. ما اما المغرب تقولوا المغرب راه كبير عليكم، المغرب راه هو اللي كيفاش نقولوا قمعهم. المغرب قال لهم اسيدي حنا ما درنا لا طلب ولا هم يحزنون، وما خصنا لا بريكس لا والو، والله ما عاد بردوا هاد العقده الابديه ديالكم. كملوا الاخوان، خلينا في اثيوبيا وايران والسعوديه والامارات لبريكس. ما اما السي عبد المجيد طيط مسكين، ما خلا ما خطب، ما خلا ما طلق علينا في السلوكيات ديالو في جنون العظمه، وحنا 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 وكيسميتو ساهمنا في البنك ديال البريكس وكذا وكذا، وطبخ لنا راسنا وفي التاليها تحشيمه 5-5. الله ما عرفت انا في هذه اللحظه فين غادي ديروا وجهكم. نعم عيسى، في الأخير بعد 3 أيام من اللقاءات، 3 أيام من الحوار والاتفاقات بين مجموعة الدول الخمسة الممثلة لبريكس والدول الأخرى التي قدمت سابقا طلبا رسميا للانضمام، أخيرا يعلن الآن في الجلسة الختامية عن قبول طلب انضمام 6 دول، وستبدأ عضويتهم ابتداء من الفاتح يناير من عام 2024. أخيرا تم الإعلان عن هذه الدول التي ستنضم، وقد كان هذا خلال الكلمة الأخيرة التي ألقاها كل من القادة الذين أكدوا على رغبتهم في توسيع الاستثمارات، توسيع التعاون ليس فقط بين دول البريكس الخمسة الأولى بل أيضا الدول الستة الجديدة. لا نعلم الآن عيسى كيف سيكون تسمية تحالف أو تكتل أو مجموعة بريكس، هل ستضاف حروف أخرى، حروف الدول الجديدة، أو سيكتفون مثلا بتسميتها بريكس أو بريكس بلاس أو منظمة بهذا الطريقة. ننتظر ذلك ربما خلال البيان الختامي. كنت قبلت القوة الضاربة كون اقترحوا عليهم يسميوها يديروا لها إضافة بريكس الضاربة حيتاش فيها القوة الضاربة، أو حتى ربما خلال الاجتماعات المقبلة التي ساعة للأسف هي ما تبكيوش ستحملها الأيام المقبلة. الأكيد عيسى أنه تم الاتفاق على توسيع كل الشراكات سواء داخل البريكس سواء أيضا مع الدول الأخرى التي تقع في إفريقيا، في جنوب آسيا، وأيضا في جنوب أمريكا اللاتينية،
كانت الكلمات خلال الثلاث أيام تركز كثيرا أيضا على محاولة إيقاف هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية والبحث عن عملات محلية بديلة بين دول بريكس وبين الدول الأخرى، أيضا العمل على ضمان تنمية شاملة لكل الدول الناشئة والدول ذات الاقتصادات الهشة، بالإضافة أيضا إلى ضمان سلاسل التوريد للمواد الغذائية وللحبوب ولكل المواد التي من شأنها ضمان أمن غذائي لدول ذات الاقتصادات الهشة. بالإضافة أيضا كان هناك حديث بين دول البريكس عن التبادل التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونقل الخبرات، التبادل في مجال الطبي، التبادل في مجال الزراعي، وأيضا التبادل في المجال بمجال الشباب ومجال المرأة، حيث قرروا هذه المرة وأجمعوا خلال كلمتهم خاصة أمس على إعطاء المرأة في دول بريكس دورا مهما في هذا التحالف من أجل الرقي بدور المرأة وقيامها بواجبها داخل هذا التجمع. عيسى، من جوهانسبرغ مفادنا عبد الجليل بردودي، شكرا جزيلا لك. والجيران واش سمعتوا زعما هذه المجموعه ديال البريكس، يعني شنو هما الاهداف، شنو هما يعني الطموحات ديالهم مستقبلا، وانتم شنو غيستافدوا منكم؟ لا شيء. شنو غيستافدوا؟ يكون الدور ديالكم شنو؟ يعني انتم راكم مقاتلين، سيروا حلوا الازمات غير ديال الشعب، حققوا الاكتفاء الذاتي غير في الماكله، والشعب مسكين كيفاش نقولوا الاساسيات ديال الحياه ما موفرينهمش ليهم مساكن. عاد نتوما دابا تجيو تنضموا للبريكس وتفيدوا البريكس والدول ديال المجموعه ديال مجموعه بريكس وهذه، نتوما دابا يعني شنو الدور ديالكم؟ ها نتوما نفترضوا انكم دخلتوا البريكس، شنو الدور ديالكم؟ ها غتكونوا عاوتاني كيف ما عادتكم كوتش في الاقوى المخلده في الخاوي والموتيفاسيون والشعارات الخاوية في السلوكيات، دولة الشعارات، الهضرة بلا 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 بلا، ما كيديروا حتى لعبة غير ما كتزيدوا تحشموا في راسكم والله العلي العظيم. راهو كان غير ديروا العقل وتكمشوا. 2023 ان شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. وعسل اتكل على الله واشتغل رقاصة يلا. اتكل على الله واشتغل رقاصة. ها الله يجعل البركة. فالميساج وصل. ها نزيدكم الاخوان فيديوهات اخرين. السي عبد المجيد كيسعى العضوية في بريكس، في التالي غير تحشيمة 5-5. اتكلم باسم بلدي الجزائر، فنحن نريد في اقرب الوقت أن ننضم إلى منظمة البريكس، حتى نريد التعجيل في دخولنا في منظمة البريكس حتى ندخل في تنظيم آخر غير دولار وغير يورو وغير الجزائر. ضرورية للبريكس لأن الجزائر منفذ لشيماء، ماهيش غير وحدها، هي بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس، متوجة بأفضل صفعة تاريخية وأفضل شمس العشية في التاريخ. والله إلا تستاهلوا بالله بلا الشعارات. ناكس نشوفوا الإخوان، ما نقصنا حتى شي حاجة. لا وليد كبير الإخوان، المناضل الجزائري الحر، كتب في واحد التغريده رسميا واعتبارا من يناير 2024، تلتحق كل من ايران والسعوديه والامارات العربيه المتحده ومصر والارجنتين واثيوبيا بمنظمه بريكس. نطاقي سي عبد المجيد وكاتب شفتي اللي يهضر بزاف ما يدير والو، فعلا بلا بلا وصف. نظام العسكري يتلقى صفعه مدويه وتاريخيه بينت حجمه فعلا، ورفض طلب انضمام الجزائر كان متوقع. مبروك للدول الجديدة الست، ومن الصدف أن قرار رفض طلب الانضمام يأتي في نفس اليوم الذي قرر فيه نظام العسكر قطع العلاقات مع المغرب قبل سنتين وغلق الحدود البرية معه قبل 29 سنة. الجزائر ليست متكتلة مع جيرانها وعدوانية مع جارها الذي يمتلك اقتصاد تنافسي وعنده حضور قوي في القارة السمراء. ركزوا معي هنا الإخوان شنو بغى يقصد. الجزائر ليست متكتلة مع جيرانها
وعدوانية مع جارها الذي يمتلك اقتصاد تنافسي وعنده حضور قوي في القارة السمراء وحبوا ينضموا إلى البريكس. فهمتوا شنو كيقصد؟ الرفض تحصيل حاصل لسياسة نظام العسكر الفاشلة داخليا وخارجيا. يجعل البركة. ميساج وصل. نيكست. الجزائر لا تحتاج إلى البريكس. Ce sont les BRICS qui ont besoin de l'Algérie parce que nous sommes 40 millions de Moudjahidin. C'est ce que l'on a dit, Wizara de Chougoul Kharijia Al-Jazairia. Al-Jazair n'est pas en BRICS. Mais les BRICS sont en train de l'Algérie. لأن القوة الضاربة بهم 40 مليون ديال المجاهدين. النخوة على الخوة. الزلط والتفرعين خلاها بوتفليقة الله يرحمه. تبول عاود غلقها. النيف الخاوي وهادو هما داك الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان لا يتعلمان خجول ومتكبر. الخجل هادو ما يكسبوش، التكبر اصلا ما يجيش عليهم، غير كيحاولوا يديروا واحد الاستعلاء وجنون العظمة. ولكن كيف كنقول لكم ديما، الجنون كاين ولكن العظمة ما يكسبوهاش. والله يهدي ما خلق الله يشافيهم مساكن، حشموا براسهم في العالم كامل، والله الا في العالم كامل بالله الاخوان. دوزو فيديو اخر. انا نهضر الحقيقة، انا بيضة حمراء، انا يا عارف الجزائر وين وصلت وعارف المغرب وين وصل. عندي ربعة تعليشان تاع المغرب في داري في وهران وين نسكن انا، عندي دوزام، عندي المغربية. على بالك ندير حصص رسمية؟ عمري في حياتي ما شفتهم هضروا على الجزائر. بصح كي ندير انا ليشان تاوعنا تاع الجيري وكل شيء، نلقى 95% من لي سيجي ديسكيسيون تاعهم غير على المغرب. هنا يبان الضعف، من هنا تعرف الضعف. انا جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وهضر بالسوء على الجزائر، جامي. من لي جا تبون جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وقال هادو الجزائريين راهم يشروها لنا وراهم يديروا لنا الفتنه. عمري توجر يد المساعده وتوجر مسالم. هنا تعرف تربيه الملوك، هنا تعرف بلي مالك ابن مالك. وصلت على النبي وجزاك الله خيرا ايها الجزائري الحر على الكلام ديال الحق. ولنا الاخوان كنكون وصلنا للسالي ديال هذا الفيديو. هذا نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه، ديال عجبتكم كيف هذا خلي معك واحد اللايك الاخوان، كثروا لي جمال الاخوان باش الفيديو كيتقترح وكيشوفوه ناس اخرين وباش يوصل عند الناس ديالو كيديو ما يعاود. كنت جديد معنا مرحبا بك، اشترك في القناه، فعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو.